Welcome to American Pulse. النهاردة عندنا حلقة مختلفة شوية، حلقة بنتكلم عن فكر جديد وثقافة جديدة للمجتمع المصري، ثقافة التأمين. يمكن هي كانت موجودة من زمان، لكن احنا دلوقتي بنفكر وبنشتغل فيها بأشكال مختلفة. فكرنا في حاجات للمصريين في الداخل والمصريين للخارج. قناة السويس للتأمين الحقيقة شركة عملت مجهود كبير في هذا المجال، وأنا أتشرف بوجود واستضافة رئيس مجلس الإدارة البشمهندس محمد عادل، أهلا وسهلا. ومدير عام الإدارة العامة للحوادث الأستاذ عصام السيد، أهلا وسهلا. بشمهندس محمد، يعني أنا عارف طبعا صعب نخش نتكلم في التأمين عشان حضرتك طبعا وكرة، بس نتكلم شوية في التأمين ونطلع الكرة ونرجع تاني للتأمين. أهلا أهلا بكم. أهلا بحضرتك. أهلا بسادة المشاهدين. فعلا النبض للبرنامج الاسم بتاعه الهيئة، النبض الامريكي للمصريين في الخارج، كتير نبض الامريكي للمصريين في الخارج، هو حقيقة بيدي معنى يعني احساس مطلوب. يعني انا وقفت قدام المسمى ده كتير فحسيت فعلا بان انا نبضي بيتحرك، يعني وبيتحرك نعم مجموعة وزملاء واهل لينا موجودين بالشرط في امريكا ولكن في خارج مصر كلها. صحيح. الحقيقه بنتكلم على التامين، يعني احنا لازم يبقى عندنا الوعي التاميني وهذا الادراك اكتر من كده في المصريين، لان انا بعتبر التامين ده نوع من انواع التكافل. اي واحد فينا معرض لاي ظروف يحصل له حادث ما، سواء اذا كان في عربيته، سواء اذا كان في شخصه في بيته، الحوادث دي تكلفتها اعلى من الوقت في هذا الوقت من هذا الموت. طيب لما بيبقى مامن النتيجه ده نوع من التكافل، فلان وفلان وفلان تكافلوا في ان هم يعينوا فلان من الازمه. تكافل اجتماعي، يعني يمكن صوره مكبره من زمان الجمعيه الله ينور حضرتك، دي حقيقه كانت تعمل جمعيه وياخدها عشان يحل مشكلته كده. مش عارف، ده انا عايز اقول ان حتى اللي بيامن ولا يكتسب من وراه بيخد ثواب ان الفلوس اللي دفعها ساعدت، وجهة نظري ساعدت اخرين جدا واغاثتهم. فاحنا بنطالب ان النهارده التامين بقى بيشمل جميع المجالات، في كل شيء بتلاقي من الاسره، حتى وصلنا لان احنا عندنا وثيقه لحمايه الاسره وحمايه ممتلكاتها كل هذا الكلام. بقول للمواطنين ده تكافل، انت مهما هتدفع وقت الحادث الله لا يقدر وكلنا معرضين ليه، واذا ما حصلش فانت برضه بتاخد ثواب ان اغثت اخرين. دي وجهه نظري بغض النظر هنختلف بقى وهنطلع في دينيا انا بفتيش لا انا بتكلم على مشاعر خاصه. صحيح. يعني انا وعن تجارب خاصه شخصيه، وعن تجارب خاصه شخصيه فبتعملها، فده ممكن قوي يكون. امتى ابتدت الشركه يا باشمهندس؟ الشركه دي حقيقه بدات سنه 1979 وتعتبر يعني هي ثاني شركه في مصر حاليا على مستوى مصر كلها بعد شركه مصر التامين. 79 كان حوالي 36 37 سنه، اسسها القطبين الكبار، وانا بقولها حقيقه، كان المقاولين العرب وهيئه قناه السويس، هم قطبين كبار في الدوله وعامله الدوله، واسسوها لخدمه وقناعتهم بخدمة مصالح الدولة والمواطنين. هنا بدأت نبص على مسألة تانية بقى في التأمين، احنا عمالين بنتكلم للداخل، طب أبنائنا اللي بره وإخواتنا وأهالينا اللي بره لابد إن هم يحسوا إن احنا بنفكر ليهم، لازم يحسوا مهما كان. وعن تجربة حياتي كلها أي مصري الحياة بيتواجد في الخارج ما بيزال ويظل حنينه، وزي ما سيادتك قلت في جزء البرنامج نبض المصريين سواء في امريكا او في اي دوله اخرى في الخارج، نبض الامريكي ده احنا كمصريين عايشين في الخارج بنحب نتواصل بداخل مصر ونبقى جزء من مصر، ويمكن العديد مننا لسه لحد النهارده بينزل مره ومرتين وثلاثه في السنه يقابل اهله ويقابل ناسه. ويمكن دايما بقول في كل المناسبات اللي بتتاح لي فيها الفرصه، انا عايش في امريكا اولموست حوالي 20 سنه، بس ما اقدرش اقول على امريكا بلدي.
مع اني عندي الجنسيه وعندي بيتي واسرتي، انا بحس ان انا في اعاره لامريكا مع ان حياتي كلها في امريكا، لكن هنا هوم، ده البيت، ده الموطن الاصلي. عشان كده لما بقول في وقت الثورات وبقول للناس كلمه وطن يمكن مبتذله شويه، والناس ما مش عارف عشان عايشين هنا فمش حس يعني مش ما تحرموش منها، لكن المصريين بره يقدروا كلمه وطن. المكان اللي اقدر يبقى فيه اهلي وناسي، لو اتكسرت هلاقي 100 واحد يقف جنبي، لكن هناك مفيش. يعني هناك اللي بيقف يعني انا بشكرك جدا، واتمنى ان المصريين يسمعوا الكلام ده كويس قوي، ويمكن انا حاسس بيه لان انا جربت تجربه الاغتراب فتره. فاللي انا عايز اقوله ان المصريين على مدى التجارب حنينوا لمصر ووطنه لا يفوق حد، دي حقيقة. أنا كنا في مناطق وكنت مختلف في بعض المناطق في جميع جنسيات العالم إلا المصريين حنين لمصر، وما زلت بقول إن المصريين بره بالعكس بيزيد حبهم لمصر زي ما حضرتك تفضلت أكتر من وجودهم. يعني أنا بعتبر نفسي إعارة، دي كلمة يعني عملت صحيح يعني أنا حتى جدا يعني مراتي بتقول لي ساعات بتقول لي أنت بتنزل مصر كتير قوي لدرجة إن ممكن واحد يبقى صاحبك عنده إنفلونزا تنزل تسأل عليه، يعني بتتلكك عشان معارض الخالة فعلا، يعني بدل مهاجرين لا معارضين بالظبط. أنا حاسس إن أنا من المعارضين. أستاذ عصام أهلا وسهلا بحضرتك، إدينا بقى خلفية عن وثائق بوليس التأمين اللي بتعملها الشركة. والله انا في البدايه احب انوه برضو ان التامين ده ركيزه اساسيه من دعائم الاقتصاد المصري بصفه عامه طبعا، لانه بيدي زي ما الباشمهندس قال البعد الاجتماعي للاسره المصريه في حاله تعرض رب الاسره لاي حادث لا قدر الله، سواء كان داخل مصر او خارج مصر، فالتامين بيضمن لهم يعني جزء ولو بسيط من الحياه المعيشيه افضل في حال تعرض رب الاسره لاي اصابات. شركه قناه السويس للتامين كان لها الرياده في مجال الحوادث الشخصيه بوثيقه الحوادث الشخصيه اللي بتدي بعد الاجتماعي لكافه الاشخاص وبوجه خاص للعاملين المصريين بالخارج. كان لنا الرياده ان احنا عملنا الوثيقه اللي هي اصلا بنشتغل بيها من فتره طويله طبعا في السوق المصري، ولكن للمصريين اللي في الداخل للمصريين بالخارج بصفه خاصه كدعم من الشركه وحب ان احنا نقدم لهم خدمه في حاله لا قدر الله حدوث اي مكروه للاشخاص في حاله الاصابات، سواء عجز كلي او جزء مستديم في حاله العلاج. بيبقى نسب او حاجه زي العجز طبعا الكلي بيبقى مبلغ التامين بالكامل اللي هي الشرائح اللي بيختارها المؤمن له، او العجز الجزئي طبقا لشروط العمل الوثيقه والمعتمده من الهيئه العامه للرقابه الماليه. برضه بندي نسبه من المصاريف العلاج الناشئه عن حادث. يعني انا عايز اتوقف عن الحته بتاعت نقل الجسامين دي يا استاذ عصام، لان انا شخصيا تعرضت لمواقف مع اصدقاء في الولايات المتحده الامريكيه تخصيصا وكندا، كان بتحصل حوادث وفاه وكانت بتبقى في مشكله في الموضوع دوت، واحنا ما بنحبش يعني نفول او نبشر بحاجه مش كويسه، بس ده واقع يعني بيحصل. ناس كتير مننا بتحب انها ترجع تدفن في بلادها، ناس كتير ما بيبقاش معاها اقامه دائمه في بعض الدول فما يقدروش يدفنوا في الاماكن ديت، يعني كلنا بنحب نرجع بلدنا، فيا ريت توضح الجزء دوت، وهل دوت النسبه ديت متاخده من البوليسة ولا دي فوق؟ هو حضرتك هو طبعا الوفاه نتيجه حادث ده عنصر اساسي من تغطيه الوثيقه. اي حادث سواء داخل عمل بره عمل، احنا بنغطي الشخص 24 ساعه في اليوم. 24 ساعه في اليوم فين؟ في اي مكان في يعني العالم، يعني لو في استراليا في المريخ في العالم، في يعني طالما مصري في اي مكان في العالم بنغطيه 24 ساعه في اليوم. تمام. وحتى لو رجع مصر في اجازه او سافر في اي بلد تاني في اجازه، عشان في ناس بتتساءل يقول طب ما دي المصريين في الخارج، يعني انا جوه مصر مش هتغطي؟ لا مغطي مغطي برضه جوه مصر، بره مصر في اي مكان، سواء داخل مصر خارج مصر في اي بلد في العالم احنا مغطيينه على مدار ال 24 ساعه. تمام.
وطبعا في حاله لا قدر الله طبعا ما بنحبش نقول الجمله لكن ده واقع ان في حاله الوفاه نتيجه حادث بياخد المبلغ بالكامل من الشرائح اللي احنا حاطينها للمؤمن له. نسبه المساهمه في نادي جثمان بتبقى 10% بحد اقصى من مبلغ التامين. يعني البوليصه اللي هي ب 400,000 يبقى 40,000 لحد 40,000 او 800 ب 80,000. طبعا هي النسبه ممكن تكون بتبقى قليله في بعض البلدان اللي بين المنيا جثمان ولكن دي طبقا لشروط الوثيقه ومساهمه بسيطه يعني من التغطيه لاسره الشخص المؤمن عليه في حاله حدوث مكروه لا قدر الله يعني. طيب نطلع فاصل قصير واعزائي المشاهدين نراكم بعد الفاصل. ويلكم باك تو امريكان بولس، حلقه خاصه عن التامين وقناه السويس للتامين ووثائق تامين المصريين في الخارج. امتى حضرتك تسلمت رئاسه اداره قناه السويس للتامين وكان الوضع ايه ودلوقتي بقى الوضع ايه في الشركه؟ هو اول ما جاوب قبل ما اجاوب حضرتك على هذا السؤال، حقك عليا وحقك على المصريين في الخارج ان نقول ان في اول لقاء التقينا مع بعض كان حسك الوطني، ودي حقيقه انا بقولها، وده اللي خلانا نفكر في الوثيقه دي وفي وثائق اخرى. شكرا. انت جبت لنا فكر انك عايز برضو تعالج اسر العاملين في الخارج هنا في مصر، فانت كنت جايب فكر فعلا لخدمه العاملين في الخارج، فده حقك الاول نقوله. اشكرك. وفعلا زي ما بنقول هتساب عن هذا الفعل حتى والقول، ودي وجهه نظر برضه عشان ما نختلفش معايا يعني انا قناعتي كده. شكرا. قناعتي اللي بيسعى لخير لحد اكيد ربنا بيجي له هذا. ربنا يخليك، اشكرك وميرسي انك يعني تتذكر هذا. وشكرا. هل تنكر ان انت اللي اول ما جيت فتحت معانا وبدانا نتكلم؟ احنا صحيح دلوقتي بدانا في حته الوثائق دي اللي هيشرحها عصام اللي هي حاجه شخصيه، ولكن احنا كنا بادئين وما زلنا على علاج اسر المهاجرين. يعني كان بدايه تفكيرنا للخارج، احنا بقى لنا سنين الدكتور اشتغل كان بعد ما انت قعدتنا مع بعض بدات فعلا اطور فكر في هذا الموضوع ونتواصل فيه ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله كمان غير الوثائق دي. شكرا. نرجع لفتره فيديو الشركه، انا بقى شركه بلد مجلس اداره بقالي حوالي كعضو مجلس اداره بقالي 8 سنين مسكت رئيس مجلس اداره بقالي 3 سنين. انا لما مسكت الشركه كانت الشركه كانت العامه والحياه مع بعض بيعملوا حوالي 400,000 او 450,000 تقريبا. انا كنت طالب منهم ان هم يعملوا 450 مليون سوري في السنه. النهارده العامه بتعمل 1000 مليار 8 مليار له. مليار جنيه في السنه، يمكن السنه دي نعدي المليار كمان وشويه الحمد لله. والحمد لله والحياه بتعمل حوالي 700 مليون او 800 مليون داخلين، واحنا مستهدفين ان احنا نخش ان شاء الله في الحياه في العامه احنا نمره 2 على مستوى مصر كلها، ونعتبر من اقدم الشركات اللي موجوده. واحنا ميزتنا خدمه انا بسميها ما بعد البيع، لان اللي اسسوا الشركه دي كانوا بيسعوا فعلا لمصلحه عامه للجميع. انا اسعد جدا لما احس ان انا اديت الخدمه وخدت، ويعني لازم نقول تعويض، لازم ربنا في يعني زي ما في الحوادث والحاجات دي شيء واقع لازم نعيشه. صحيح. يعني مش هنقعد وبيحصل. يمكن انا يعني انا اعرف مجموعه في الكويت احد اولياء امور اصدقائي قالوا لي زمان ما كانش فيه الفكر دوت، وكانوا بيعملوا زي ما حضرتك تفضلت وقلت التكافل الاجتماعي، كانوا عاملين صندوق اسمه مسمينه صندوق الطوارئ، كل الاسر المهاجره كانوا بيحطوا فيه فلوس، ولو لا قدر الله بتحصل مشكله لاي حد وفاه او حادث كانوا بيستخدموا الفلوس ديت عشان يقفوا جنب بعض. لان زي ما حضرتك تعلم تماما وحضرتك قلت انك سافرت وجربت تجربه السفر، العيشه بره صعبه جدا، غير ما بيبقاش فيها الدعم النفسي والمجتمعي والمادي اللي الناس بتشوفه هنا بين وسط اهلها واسرتها يعني. الكلام اللي بتقوله مظبوط 100%، واعتقد ان اهالينا في الخارج لما يسمعوا هذا الكلام هيبتدوا يفكروا فيه فعلا، هم جزء من الكيان المصري، واللي احنا بنقوله احنا بنعمل شيء من التكافل ليك.
يعني بعمل لك شيء من التكامل عشان وربنا يا سيدي ما يجيبش حاجه، ولكن الحياه فيها كل شيء فمش هتخسر حاجه. وبعدين التعويض ما تحدش شيء من التعويضات، لان احنا بنقول ايه ده كانه فعلا جمعيه وانت عارف فلوس جمعيه. وبعدين خلي بال حضرتك انت شركه تأمين نفسها بتتكافل، بمعنى لما بناخد عمليات كبيره بنعمل حاجه اسمها اعاده التأمين مع شركات اخرى. اعاده التأمين بتاخد حصص بحيث الله لا يقدر لو واخد مشروع بمليار مش هقدر في وقت واحد شركه هتسد، ولكن بتبقى كل شركه حصل لها دمج بتساهم بجزء بهذا الكلام. فاذا حقوقك مضمون، يعني انت كراجل بتؤمن على شيء حقوقك مضمون. فزي ما قلت لحضرتك احنا بنطور في البوالص اللي موجوده وبنعمل بوالص جديده لتغطيه كل هذا الكلام. بقول يا جماعه ده شيء من التكافل، وهذا التكافل لصالحك. ما حدش ابدا يقول ان شركات التامين بتكسب، لا ده هو التكافل هو الاساس. وبعدين نيجي لنقطه عصام قالها، يمكن انا يعني عايز اعلق عليها برضه. اتفضل. الاقتصاد بتاع مصر احد مصادر تحرك الاقتصاد المصري هو التامين لسبب بسيط جدا. يعني انا النهارده المبالغ اللي باخدها لازم استثمرها عشان اقدر احقق عوائد للمساهمين. هذا الاستثمار الاستثمار يبقى في ايه؟ في مشروعات في الدوله، فتح افاق جديده للدوله، فتح بيوت للعاملين ان شاء الله. كل هذا الكلام يعني مردود برضو على الدوله. والحقيقه الهيئه العامه للتامين عامله كنترول كويس جدا. يعني يمكن زي ما اتقال في وقت من الاوقات ان البنوك انقذت مصر من كانت 2008 البنك المركزي صحيح الاقتصاد العالم كله كان بينهار. انا بقول وبشهد ان الرقابه العامه على التامين فعلا اللي هي اللي انا بشوفه هنا وحكمها لهذا المجال او هذا الاستثمار فعلا بتحافظ على الاقتصاد المصري. تمام. ويمكن اضافه لكلام حضرتك بعد اذنك، يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها في اول لقاء دوت ان تحويلات المصريين من الخارج لداخل مصر ده في حد ذاته بيساعد الاقتصاد المصري. تحويلات بنكيه، تحويلات عمله صعبه، طبعا هي البوليسه بالجنيه المصري، لكن لو الناس قدرت تبعت بالعمله الصعبه ده طبعا بيساهم بشكل اخر. يعني كده كده اللي بره بيقبض بالعمله الصعبه فيساهم في اقتصاد بلده. يعني والحقيقه ما يمكن دي من اول ما قعدنا حسيت بوطنيتك قوي. شكرا. دي حقيقه، وانت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. احنا محتاجين لكل دولار يجي من بره. صحيح. كويس. والنهارده بقى في استقرار في مصر وفي دوله بتنهض ودوله لما تتفرج تقعد كده وتغمض عينك وتفكر المشاريع، تتخيل حجم المشاريع اللي حصل في البلد خلال الفتره دي تذهل. انا واحد من الناس بعض المشاريع اللي بزورها لان اساسا مهندس. فالطرق بقى والكباري يعني انا كمهندس ويمكن الطرق والكباري انا كنت النائب الاول في المقاولين العرب لحد ما طلعت معاش ومؤلف كل كتب في الطرق، ولكن لم اكن احلم ولا اتصور ان مستوى الطرق في مصر يصل الى هذا المستوى. النهارده تطلع الطرق الطوالي كلها سوري ممكن تنام فعلا، مش بيقولوا في عربيه من غير سواق ممكن تقعد على الطرق دي وانت امن. شوف دي نقطه مهمه ان قفل الطرق كل الكلام ده. لا مشروع الانفاق انا بقول لك في مشروعات انا جوايا زعلان اني لم اساهم في العمل في هذه المشروعات. كل اللي ما تمشي في البلد طفره في غير مسبوقه وغير انا يعني مش طبعا مقاولين العرب بكبارها وتاريخها يعني انتوا شفتوا كل حاجه. شفنا كل حاجه. وكنت زي ما بقول لحضرتك انا كنت وصلت عند النائب الاول للمهندس ابراهيم معلب اللي هو مساعد رئيس الوزراء السابق. انما اللي بيحصل دلوقتي لا انا شايفه دي شهاده جميله. انا شايفه لا انا هقول لك لما تيجي من خبير يعني انا بخلي الموظفين بتوع في الشركه بعمل لهم رحلات يزوروا المشاريع دي عشان الشباب يحس. ويمكن انا بنادي بهذا الكلام كويس من منبرك ده ان يعني انا عملت للشركه رحلات العاصمه الاداريه الجديده، عملت لهم رحلات للانفاق، عملت رحلات لقناه السويس عشان الشباب والناس. بلاش تقول الشباب، ما فيش حاجه اسمها شباب، هو كلنا شباب يعني خبرات كلها
متراكمه وده عنده خبره بالديار التالي. شوف بيحصل، انا بتكلمك بمنتهى الامانه وعن قناعه حقيقيه، ما يحدث ثوره حقيقيه في كافه المجالات. بس احنا عندنا ومردودها مش دلوقتي سريع، مش كده يعني احنا بالرغم ان احنا زي ما حضرتك قلت شايفين شبكه الطرق، لكن يعني انا افتكر عمي في الله يرحمه في 10 سنين فاتوا جه زارني في امريكا، فبيقول لي على فكره البلد دي اقتصادها فعلا قوي، فبقول له يعني انا معلومه انا عارفها يعني، بس مش انت يعني ليه بتقول كده؟ قال لي بص الطرق هنا في البلد دي عامله ازاي، بص كام عربيه نقل عدت جنبنا واحنا ماشيين، فده يبين اقتصاد البلد. فهي يعني عشان يبقى فيه اقتصاد لازم يبقى فيه بنيه تحتيه، لازم يبقى فيه طرق تواصل. شوف بقى دي الشرايين اللي بتفتح شرايين النهارده، لما اشوف اي طريق النهارده هيتكون عليه بعد كده مجموعه تجمعات وسكنيه، انا النهارده مش امن على مستقبل ولادي بس، لا ده انا عامل على مستقبل، امن النهارده بقولها على مستقبل احفادي واحفادهم، دي حقيقه، لان شايف فيه مشترات هتظهر عليك في المستقبل فعلا. يعني احنا عملنا فتره ده بالاضافه الى الاستقرار الامني، طبعا ده هو مهم جدا، لازم احسين كويس قوي ان الاستقرار الامني مهم، رغم ان انا بتكلم عن التامين وكان ممكن اخوف الناس واقول الدنيا يا لازم تامن بصراحه لا بالعكس، في استقرار امني الحقيقه يعني. لا انت كده ممكن تقول لهم ما تخافوش السير والتامين ومش هيحصل حاجه ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني لا في مشاريع كتير، انا عندي قناعه كراجل مهندس وفاهم وبقولها، اي دوله عايزه تتطور قاطره بناء اي اقتصاد دوله هي المقاولات. معلش انا اتعلمت في دراسه المجال العرب ان دي القاطره اللي بتشد الدوله، والسيد الرئيس حاطط ايده عليها كويس وبيتابع المشروعات اللي بتنجز بطريقه غير مسبوقه. صحيح. غير مسبوقه. صحيح. والانجاز يعني، وان شاء الله انا انا متفائل قوي. ان شاء الله. مش بقى متفائل بس، لا. متفائل قوي. وان شاء الله ربنا نشوف هذا الكلام في منطقه الاقتصاديه الحره. يمكن معلش برضه نتكلم طبعا في السياسه بره. انت عندك المنطقه الاقتصاديه الفريق مش بيبذل جهد جبار لاستثمار هذه المنطقه، بدا يبقى فيه جوانب كثيره من الصينيين والاجانب والاماراتيه للمنطقه، كل الكلام صح هياخد وقت، لكنك منها عايش وشايفه، لا احنا جايين ان شاء الله على خير كويس قوي 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 ان شاء الله. طيب نطلع فاصل قصير، واعزائي المشاهدين نراكم بعد الفاصل. Welcome back to American Pulse، حلقة خاصة عن التأمين وقناة السويس للتأمين ووثائق تأمين المصريين في الخارج. أستاذ عصام، احنا اتكلمنا عن الحوادث، لو حضرتك يعني نتكلم باستفاضة أكثر على الديسابيليتي أو الإعاقات من الحوادث، والتأمين دوت بيغطي قد إيه، ولو تدي مثال يعني أبوليسة بكام تقريبا تغطي كام بعد إذن حضرتك؟ هو تأمين الحوادث طبعا ده قوة خارجية بتبقى قوية، زي حوادث سيارات لا قدر الله تحصل للشخص يعني، أو أي حادث يحصل له في خط سير أو في عمله يقع عليه حاجة مثلا يعني سواء يكون في شغله أو خارج الشغل، بتغطيه 24 ساعة زي ما قلنا في البداية يعني. واحنا بندي مثلا ممكن تغطي حادثه الزواج لو واحد اتجوز بالغلط دي حادثه برضه في وثيقه للكلام ده انا اتكلم في الاسره فاحنا بندي مثلا ان احنا عاملين شرائح مبلغ تامين، عاملين شريحه ب 400,000 جنيه تمام وشريحه ب 800,000 جنيه. شريحه 400 ان هو بياخد في الورثه في حاله الوفاه بياخدوا مبلغ 400 بالكامل تمام، في حاله العجز الكلي المستديم المؤمن اللي بياخد ال 400,000 او ال 800,000 بالكامل. في حاله العجز الجزئي هي نسب عجز المقننه في الوثيقه والمعتمده من الرقابه الماليه، وبتصل في بعض الاحيان الى 60% من مبلغ التامين.
عندنا القسط بتاع الوثيقه دي كام عشان برضه الناس تبقى عارفه؟ الوثيقه احنا زي ما قلنا هي بتبقى بالجنيه المصري القسط، لكن احنا تقريبا يعني في الوقت الحالي بتبقى قيمه الدولار اليومين دول البنك الكاسي حوالي 300 دولار اللي هي 400,000 يعني الوثيقه ب 400,000 في حوالي حدود 300 واللي هي ب 800 بتبقى حوالي 450 590 تقريبا 500 يعني في رينج ال 500 دولار يعني. تمام. اللي عايز يسدد بالمصري ما عندناش اي طبعا. مشكلة خالص طبعا. عندنا طبعا الاي تي عامل كول سنتر اللي يطلب الوثيقة دي على مدار 24 ساعة، ان طبعا بيبقى في فرق توقيت في امريكا او في بعض كندا او في بعض الدول الاخرى، فاحنا الكول سنتر عندنا شغال 24 ساعة يعني اي حد بيتصل بيلاقي اللي بيرد على استفساراته. يقدر يستخدم بقى حاجات تانية زي الفايبر والواتساب بالظبط كده يعني عندنا كل الكلام ده واحنا اللي بنطلبه من كل اللي هو بيسال عاوز يصدر الوثيقه صوره جواز السفر او الاي دي بتاعته بالرقم بتاعها القومي يعني. تمام. واحنا بنصدر له الوثيقه في خلال 5 دقائق بالظبط يعني. لو لا قدر الله حصل حادث ايه الشروط عشان الواحد يقدر اجراءات صرف التعويض؟ اجراءات صرف التعويض دي احنا في حاله طبعا الوفاه لازم الورثه بيقدموا لنا شهاده صوره من شهاده الوفاه، وفي حاله الحوادث بيبقى تقرير طبي بالحادثه ومحضر الشرطه. في حاله العلاج لازم فواتير العلاج اللي هي تم الصرف فيها نتيجه الحادث. مجرد المساندات دي ما بتيجي الشركه في اقل من اسبوع بنصرف مبلغ التعويض المؤمن به للشخص يعني. طيب وريبورتنج الحادث نفسه يعني اختار الشركه لازم دي وقت معين ولا ملوش؟ اختار الشركه احنا بنديله فتره سماح 15 يوم او يعني على حسب بقى ظروف كل بلد، اذا كانت بقى مسافات بعيده ممكن بنديله لحد شهر يعني. تمام. واحنا طبعا احنا بنتطلب من المستفيد من الوثيقه انه يكون اسرع في مفاتنا بالمستندات المطلوبة عشان احنا بالتالي نقدر نديله التعويض برضو المتفق عليه في اسرع وقت ممكن يعني. تمام. اشكر باشمهندس محمد، طبعا ما ينفعش تبقى موجود معنا في البرنامج ومشرفنا وما نتكلمش على الكورة شوية. يعني هتكلمنا على السياسة وتكلمنا على التأمين، اخبار الكورة في مصر ايه اليومين دول؟ الاول برضو انا نسيت برضو مهمة لازم اقولها لك. اتفضل. لما سألتني عن مسيرة الشركة لازم اذكر برضو المهندس ابراهيم احلب ان هو اللي كان مصر على نفس العامه والحياه عشان حجم العمل يزيد، وفعلا دي الكوره في مصر الحمد لله احنا يعني عندنا انا يمكن بقول ده جيل الموهوبين. انا طب مش انا اسف مش عايز اقطعك بس انا يعني كامل الاحترام والتقدير والمحبه للبشمهندس ابراهيم محلب، الحقيقه انسان محترم وبيشتغل وما بيطلبش من حد اي حاجة يعني، الحقيقة يعني مثل للمواطن المصري الوطني اللي بيحب بلده وبيخدم بلا مقابل. دي حقيقة، عشان كده انا تذكرت انه ربنا طبعا صاحب فضل كل شيء انه قال لي يا عادل لازم تفصل، ولما هتفصل الشركتين حجم العمل هيزيد عندك واحد. فيعني هو الحقيقة ما ينفعش اي مكان بلازمة الكورة، ومين كان طبعا محمد صلاح. دي حقيقة يعني، انت عارف ان محمد صلاح من الناشئين غير العرب. مهندس ابراهيم معلب كان ماسك ياما اللي كان الشركه والنادي، وجه في بالك شوفوا يا عم مصر مليانه درر كتير وجواهر كتير، ما تشوفوا مصر انتوا ليه مصرين على مجموعه اللعيبه؟ اطلعوا شوفوا الناشئين. فعملنا موضوع الناشئين كان في طنطا، وجه محمد صلاح التحق وشق طريقه كان ومجموعة كتيرة، والحمد لله بواجهة مشرفة لمصر في الخارج كلها، وربنا طبعا كرمنا بيه كلنا. انا بعتبر ان ايقونة مصر النهارده، مصدر السعادة للمصريين، ايقونة مصر النهارده محمد صلاح، وخلقه قبل لعبه ولعبه قبل خلقه صحيح حاجة تستحق مشرف مشرفة من كل الوجوه صحيح. يعني حتى النهارده مش ما شاء الله لما بيتكلم بتحس انه بيتكلم كلام واحد واعي موزون، وصورة مشرفة قوي قوي. انا بسميه ايقونه مصر النهارده، وربنا هي دي القوه الناعمه يا باشمهندس، السوفت باور اللي بتدي ثقل وبتوصل الصوره الحقيقيه للي بيحصل مصر في الخارج. يعني نقول لهم احنا عندنا محمد صلاح بيلعب كوره، عندنا عمر خيرت بيلعب مزيكا، عندنا الفنانين اللي بيعملوا عندنا عمر الشريف
العالمي الممثل يعني مصر الحقيقه جابت امثله مشرفه كتير. دقيقه يعني يمكن انا متذكر كلمه منصور ابن محلب بالمناسبه، احنا كان الاهلي والزمالك طالبين المعمر، قال لي لاعب مصري بره لاعب كره مصري يعمل سمعه لمصر، ادي 50,000 مهندس على مهندسين، لو انا 50,000 مهندس انجلترا النهارده ولا حد يسمع عن مصر نهائي. لو النهارده ما شاء الله ربنا، فده كان تشجيع دايما زي ما انت بتقول، الخبرات القويه دي لما تطلع بتسمع، القوه دي اكبر بكتير قوي من الدبلوماسيه، من 100 محاضره و100 مؤتمر و100 فانكشن او 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 عمل سياسي. وبعدين احنا على الكوره ان شاء الله السنه دي الحمد لله مصر وصلت لكاس العالم الحمد لله، واتمنى. متفائل يا باشمهندس ولا خايف بعد الماتشين؟ بصراحه بقى نتكلم بصراحه، بصراحه انا ما يعني كنت مش سعيد بالماتشين صراحه يعني، وكان ليه يمكن انا بكتب في اخبار الرياضه ومع تعليق على هذا الكلام، ما ينفعش، لان انا مؤمن بان مصر مملوءه بالمواهب هذه الفتره، في مواهب كتير باللاعبين، لكن عايزه ما زال المستر او التوليفه اللي تبدع. هذا الكلام انا بقول من وجهه نظري، حدث لسه مفيش، ما عملش ما امتعنيش. ايه رايك في المدرب؟ ما امتعنيش بغض النظر النتائج وصلنا لكاس العالم كويس، لكن انا شايف اللعيبه دي كان ممكن تمتعني واكثر من كده. اتمنى يعني الان من كاس العالم، لكن اتمنى ان شاء الله ده ويك اب كول او حاجه تصحينا يعني، يمكن الماتشين دول يعني قرصه ودني زي ما بيقولوا، عشان ناخد بالنا من وضعنا الحقيقي ونشتغل عليه عشان نتحسن. بالظبط كده، وبعدين خصوصا يعني الاتحاد نجح الحقيقه انه ينهي الدوري خلال هذا الشهر، اصبح النهارده عندك فتره كم كافيه جدا انك تعمل. انا مش شايف برضه لسه، ما تقوليش ماتشين وثلاثه، اعمل 10 ماتشات ده يوم ويوم صح، مش شرط مع فرق كبيره يوم ويوم، بكلمك عايز اعداد قوي، عايزين نحس ان احنا بنعد لكاس العالم، انما رايحين تمثيل مشرف لا لا. هو الفكره كمان يا باشمهندس، انا دايما يعني انا بقولها على الجانب السياسي في الشو بتاعي وفي الحاجات اللي انا بعملها في امريكا لمصر، ان المشكله ان مصر يعني تستاهل وتقدر يعني احنا نقدر، عارف لو ما نقدرش نقول خلاص دي قدراتنا والحمد لله ويعني ايه بارك الله فيما رزق وخلاص، لكن احنا عندنا اللي نقدر ننافس بيه ونقدر ليه لا؟ انت النهارده ثلاثه في العالم دلوقتي، محمد صلاح، رونالدو، ميسي، يس، يبقى انت عندك واحد بيتكلموا عليه زي رونالدو وميسي في فتره وجيزه، وعندك غير يعني عندنا كتير. في كم محمد صلاح جوه مصر احنا مش حاسين بيهم؟ بالظبط، فعايزين شغل وشغل قوي جدا، لان انت لو سمعت في كاس العالم برضو، ما هي دي برضو من بترد على المردود على السياسي في مصر وامان مصر طبعا وتطور مصر الاقتصادي، بتخلي الناس بتختلف، يعني هي رساله مش رياضيه فقط، هتبقى رساله رياضيه انسانيه اجتماعيه وزي ما وطنيه، يعني راعي بس مصر من اللعيبه دول بيدي قيمه لمصر على الملأ كله، العالم كله بيتكلم كوره، فلازم يبقى عندنا فيل قوي ان احنا رايحين نعمل حاجه لمصر. صحيح، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله بنعمل كده باذن الله. استاذ عصام بنرجع لك دايما في الراي القوي في مجال حضرتك، في بوليسه حضرتك كنت بتكلمنا عن اسمها حمايه الاسره مسكنة. دي بقى اعتقد ديت بيهتم بيها يعني متهيألي كل المصريين، بس بالاكثر اللي مش موجودين في مصر يعني، بالتاكيد طبعا يعني كلنا بنحافظ على بنسيب شققنا وبيوتنا ونسافر. الوثائق الشامله اللي موجوده في السوق المصري واللي بتكتتب بيها شركه قناه السويس للتامين، وهي من الوثائق اعتقد يعني مش واخده حظها في السوق المصري يعني، لان هل ممكن الدعايه او الاعلان عن الوثيقه دي مش واصل قوي للناس يعني، ومن خلال برنامج حضرتك نحب يعني ننوع عن الوثيقه ان الوثيقه دي اي واحد ليه شقه في مصر هنا سواء بقى في الخارج، طبعا ليه شقه
او لي او لاهله. لا بنشتري جديد كمان يعني كل ما سافر خارج تلاقيهم اشتروا في العاصمه الاداريه واشتروا في التجمع واشتروا بيأسس في الشقه دي بيحط فيها محتويات وبيقفل الشقه وبيسافر. طبعا ممكن الشقه دي بتتعرض لعده اخطار اللي هي بتغطيها الوثيقه، بتتعرض لخطر السطو، بتتعرض لخطر الحريق لا قدر الله على المحتويات بتاعه الشقه يعني. مش الجدران يعني محتويات فقط، ماشي المياه طبعا، ماشي المياه، المياه العذبه او حتى لو من مصدر خارجي. احنا شركتنا الشركه الوحيده في السوق المصري اللي بتغطي ناشئ المياه كمان من من مصدر خارجي. يعني احنا واخدين اعتماد على هذا. طيب ولو لو شقتي يعني مثلا عملت حصل مثلا ماسوره فيها اتكسرت ودمج الاخرين، مغطيه الاخرين، مغطيه مغطيه الاخرين وبتغطي كمان مسؤوليه مدنيه قبل الغير. ان لا يعني لو حصل مثلا حاطط زرع في التراس وقع على حد وادى لاصابته، ده بيغطي مسؤوليه مدنيه قبل الغير. لو شقه ايجار بتغطي المسؤوليه المدنيه قبل المالك. لو انت عملت دمج في شقتك، حتى مش لازم تبقى ملك، لا مش لازم تبقى تمليك، احنا بنغطي الشقه سواء تمليك او ايجار، مش مشترطش يعني ان هي، لان احنا بنغطي محتويات الشقه. ما طيب قيمه البوليصه دي كام يعني؟ هل ليها دخل رقم ثابت؟ لا، الرقم بيبقى طبقا للمحتويات اللي بيقدمها العميل. يعني طبعا محتويات شقه ممكن تبقى ب 100,000 توصل ل 10 مليون على حسب تاسيس الشقه ايه يعني. لكن احنا بنحط طبعا سعر او قسط بسيط جدا. ومثال كده ان انا بحط شريحه مثلا 100,000 جنيه باخد 200 جنيه بس كقسط. يعني 200 جنيه تغطي لحد 100,000 جنيه طبعا مع مضاعفات. 2000 جنيه تغطي مليون جنيه بالظبط كده. كمان الوثيقه دي بتغطي حاجه جميله جدا، حوادث شخصيه للزوج والزوجه. ازاي بقى؟ يعني في تغطيه لهذه الوثيقه وبرده خارج مصر. لو حصل له حادثه الزوجه تصرف، لو الزوجه حصل لها حادثه. لا احنا نخاف من الوثيقه دي عشان الزوجه وحياتها. دي وثيقه بتغطي له حوادث. انا بقى كده بقول لكل الزوجات دلوقتي اعملوا الوثيقه دي لامانهم لازواجهم. هي الحقيقه زي ما بقول لحضرتك. لا واللذيذ انه هيخلوا الزوج هو اللي يدفع الوثيقه وهم اللي يكيشوا بعد كده. بس هو مش هيدفع الوثيقه، لكن مش هيدفع التعويض. فرصه برضه يعني يخف بقى الحمد. صحيح. وخطر الحريق طبعا بتغطيه. هي وثيقه شامله وبتكون يعني دعامه لشخص في حاله ان هو لا قدر الله يحصل لشقته او محتاجه اي شيء. طيب يعني طبعا عمل رائع وثقافه جديده للمجتمع، وانا يعني اشكر حضرتك للتوضيح واشكر استاذ عصام. هل في حاجه تحب تضيفها قبل ما اختم البرنامج؟ هو الحقيقه يعني حتى احنا اللي بنشكرك ونشكر القناه، لان حتى تقديم هذا البرنامج والسماح لنا ان احنا نتكلم القضيه دي، دي نقله انا بعتبرها نقله نوعيه ثانيه في الفكر المصري. يعني السماح من انا ما اعتقدش ان في برنامج شرح هذا الكلام بهذه الاستفاضه، بالعكس برضه هذا الكلام هنرجع نقوله نوه بيعود على اقتصاد مصر. يعني لو واحد بعت 100 دولار من الخارج عشان الوثيقه دي اهو ده ساهم في اقتصاد مصر. وعمل فيه رابط ما بينه وما بين احنا دايما بنبقى وحاسه بينا. هو باشمهندس على فكره دايما شكوى المصريين في الخارج يقول انا نفسي اعمل حاجه لبلدي بس مش عارف، نفسي ابقى متواصل مع بلدي بس مش عارف. يعني انا برضو بقول يمكن الوثائق ديت ميزتها ان لو في حد بيبعت لاهله بشكل منتظم فلوس لا قدر الله لو حصل له حاجه ايه اللي ممكن يحصل لعيلته، يعني ده امان ليه هو يعني. ما فيش شك. والارقام على فكره اللي قالها استاذ عصام يعني انا مش رئيس الشركه بسمع الارقام دي بستغرب يعني. انت زعلان شكلك عايز تقعد تغير بقى الارقام دي تقول لهم لا نعيد نعيد. الارقام بالنسبه للناس اللي شغالين بره 300 دولار في السنه يعني 600 دولار. انا بقول يعني الناس بتتعشى. انا بسمع الارقام دي تقول الله ده انا بره. انما بنتمنى ان حتى اللي يساهم في الوثيقه يكفي زي ما بقول انه لو دعم اخر هياخد ثواب هذا الكلام. احنا بنقول الكلام ده ثقافه برضه، اللي سايب شقته وسايب بتاع مش عارف ايه واي نوت. وبعدين ده انت بتقعد حاطط لا 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 انا بسمع دلوقتي لساتك خالع نفسك خالع في جيبك الزهريه كسرت البتاع بتاعتك مالك شغل شركه تامين تروح مش عارف المدام الله لا قدر عملت لها حادثه انت مالكش دعوه انت انت هيحصل لك حادثه. فيعني شايل الليله شايل الليله كلها. احنا اللي بنشكركم طبعا بنشكر كل المصاحبين على البرنامج وتعامل معانا.
ميرسي. ونتمنى ان احنا نكون قلنا حاجه لصالح مصر والمصريين بالخارج قبل اي شيء ان شاء الله. شكرا وشكرا نشكرك ونتمنى الرقيه والتقدم لبلدنا دايما. شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين نشكركم لحسن استماعكم. الحقيقه حلقه كانت مهمه جدا عشان نشرح تفاصيل هذه الوثائق وازاي نبقى متواصلين مع مصر بلدنا من الخارج للمصريين اللي في الخارج. اعتقد كان شرح مفصل وان شاء الله نلقاكم في حلقه قادمه الاسبوع القادم. مع السلامة. جوا منك حلم ممكن يبقى مش باين قوي وانت تايه بين حاجات وعايشها بدماغ فهلاوي عايش بتلعن في الظروف مع ناس هدفها تكون كده ناس قصده تبقى موقفاك مش عايزه تبقى فيهم قوي شوف واقرا في كتاب التاريخ عمرك ما كنت فيهم غبي ده انت اللي علمت البشر شوف عاش في ارضك كم نبي في ناس بتكره لو تفكر نفسهم فكرك يوقف عقدة خواجة بيخلقوها وبيبهروك بالأجنبي الحكاية مش بلون وشكل ودود الحكاية انك قوي رغم الهموم طلع البطل اللي جواك يلا قوم انت تقدر هنشيل بلدنا على كتافنا مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها من نكتة بنقابل ظروف من غيرها كنا هنتعسر الطيبة فينا مقصلة وعدت لا يمكن تتكسر بيحاولوا دايما يقتلوا الحاجة اللي تميزك شوف كم سنة من الاحتلال وانت اللي طبعك انتصر يفرقونا في الظروف والناس بقت متعودة مستني يجي يغير كل ده طب ليه ما تبقاش البطل وانت اللي